طيب، بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية جميعا، وأهلا وسهلا فيكم في شرح المحاضرة الثانية من مادة المقدمة في الطب وطب الأسنان. أنا زميلكم محمد شناعة، طالب طب سنة ثالثة من دفعة صميم، وإن شاء الله راح نكون معكم في شرح المحاضرة هاي وفي شرح المحاضرات القادمة بإذن الله. المحاضرة هاي بعنوان Communication Skills. المحاضرة دمها أخف شوي من المحاضرة الماضية، وفيها بتطبق يعني اشياء في واقع الحياه، وبرضه يعني زي المحاضره الماضيه بتنحل بالمنطق، اغلبها بنحل بالمنطق صراحه. بس المحاضره برضه مهمه لإلكم في كمهارات تواصل يعني، تمام. والمحاضره سهله وبسيطه، ان شاء الله ما بتاخذ معنا وقت. اعطاكم اياها الدكتور محمود الفقيه. دكتور محمود الفقيه هو منسق المساق. وتوضيح بس لهذه الشغله، كونه في كثير سالوني عنها، اللي هي انه ليش دكتور محمود ما اعطى المحاضره الاولى. تمام، الفكرة بهذا المساق انه كل دكتور راح يعطيكم محاضرة، فيعني كل محاضرة راح تختلف عن الثانية من ناحية الدكتور اللي بيعطيها، لانه زي ما قلنا لكم للمادة كل محاضرة عبارة عن مقدمة لعلم من علوم الطب، تمام. فكل محاضرة راح يعطيها واحد مختص في هذا العلم. في علم التشريح راح يعطيك اياها دكتور من قسم التشريح، الفسيولوجيا من قسم الفسيولوجيا، زي هيك، تمام. ولكن ليش اسم دكتور محمود هو اللي موجود على الجدول؟ لأنه هو منسق المساق، هو اللي موزع المحاضرات على الدكاترة، وهو اللي مرتب معهم انهم ينزلوا المحاضرات والى اخره، تمام. فدكتور محمود هو منسق المساق، وهو اللي اعطاكم هاي المحاضرة، يعني هاي المحاضرة ايش لمنسق المساق، هو اللي اعطاكم اياها، تمام. فخلينا نبدأ بالتفريغ لحتى ما نطول عليكم ان شاء الله. طيب، فبحكي لي هون انه كوميونيكيشن سكيلز، وهذا المساق هاي المحاضرة الثانية أعطاكم يا دكتور محمود. وفي نهاية المساق احنا راح نفرق بين أنواع التواصل بين الكوميونيكيشن ستايلز، اللي هم الباسيف وأجريسيف وأسيرتيف، وباسيف أجريسيف عفوا، وكمان نشوف أهمية النون فيربال كوميونيكيشن، يعني التواصل اللي مش شفهي، تمام، أو التواصل خلينا نحكي يعني اللي غير كلامي، اللي بيكون بالإشارات مثلا أو بشغلات معينة بنشوفها قدامنا، تمام. طيب، فأول إشي نبدأ شو هي الكوميونيكيشن. يعني احنا بنحكي كوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل، بس ايش هو الكوميونيكيشن اساسا؟ بحكي لي الكوميونيكيشن it is sending a message to another person or to people, and this message or signal could be either verbal or non-verbal. فالكوميونيكيشن هي sending، او برضو بنحكي transmitting، اللي هي انه نقل رسالة لشخص اخر، to another person or to people. وهاي المسج ايش؟ قد تكون فيربال، اما شفهية او ما بتكون شفهية، يعني مش شرط يكون كلام محكي، ممكن توصل انت رسالة بطريقة اخرى. كيف انت بس تمر واحد بالشارع بترفع لك بترفع حواجبك هيك عشان تسلم عليه، هاي نون فيربال كوميونيكيشن، انت اشرت له بس هو فهم انك بتسلم عليه، تمام. طيب، بحكي لي انه احنا بنفكر انه موست الكوميونيكيشن تبعنا، اغلب الكوميونيكيشن هو فيربال. يعني انا لما اسالك اغلب تواصلنا فيربال ولا نون فيربال، تيجي تحكي لي فيربال، ما احنا كل الحكي اللي بنحكيه ايش؟ يعني كلام، تمام. بس بالواقع نسبة النون فيربال اللي مش كلامي 93%، بينما 7% اللي ظلن هن بس الفيربال كوميونيكيشن، اللي هم الشفهي او المحكي، تمام. فاحنا تخيل يعني اغلب تواصلنا ايش؟ نون فيربال. وهذا بيجي سؤال بالامتحان انه مثلا ترو اور فولس، انه موست اوف اور كوميونيكيشن از فيربال. ها ايش بتحط له؟ بتحط له فولس، انه غلط هاي الجملة، تمام. فبحكي لي the non-verbal communication is actually very important type of communication. فكونه 93% من تواصلنا عبارة عن non-verbal، معناته هذا ال non-verbal إشي كثير مهم ولازم أدير بالي عليه أثناء التواصل مع الناس، تمام؟ طيب، فنبدأ بال non-verbal communication. بحكي لي ال non-verbal هي عبارة عن transmission of messages or signals through a non-verbal platform، يعني إني أنا أوصل رسالة للناس بطريقة غير شفهية، بطريقة غير كلامية، إما عن طريق إصدار أصوات معينة، او عن طريق ايش؟ او عن طريق اني استعمل لغة الجسد، ااشر بايدي، احرك راسي، احرك حواجبي، تعابير وجهي، كل هاي الاشياء ايش؟ عبارة عن non-verbal communication. بيعطيني هنا امثلة زي الاي كونتاكت، التواصل البصري، الجستشرز اللي هي الاشارات، تمام، او الايماءات، الفيشل اكسبريشنز اللي هي تعابير الوجه، البوستشر اللي هي الوضعية، سواء وضعية الوقوف او وضعية الجلوس، يعني انت هيئتك اللي انت واقف فيها. والديستنس بتوين انديفيدجوال، بتوين ديستنس بتوين انديفيدجوالز، اللي هي المسافة بين الشخصين اللي قاعدين بيحكوا، تمام، اذا انت بعيد عنهم او انت قريب عنهم، يعني اذا انت قريب عن الشخص اللي بيحكي معك او بعيد عنه، بس هاي الفكرة، تمام. فهاي بعض الامثلة على ايش؟ على النون فيربال كوميونيكيشن. هون زي ما انتم شايفين بحكي لي انه كيف بتتقسم اللي هي انواع التواصل.
فبحكي لي تواصلنا 55% منه عبارة عن إيش؟ عبارة عن body language، عبارة عن لغة جسد. 38% منه عبارة عن صوت، تمام؟ يعني صوت، نبرة الصوت قاعدين بنحكي، تمام؟ و7% عبارة عن words اللي هو الكلام اللي أنا بحكيه، تمام؟ فأنت الكلام اللي بتحكيه، محتوى كلامك بشكل 7%، ولكن طريقة أدائك لهذا الكلام، يعني حركة جسدك مع هذا الكلام بتشكل 93% اللي ظلن. هاي 55% زائد 38 كم بصيروا؟ 93، تمام؟ طيب، فهنا نبدأ بأول وحدة من الـ Non-Verbal Communication اللي هي الـ Eye Contact. زي ما احنا شايفين بالصورة هون، هذا الزلمة is not maintaining eye contact، يعني مش ما في مش محافظ على التواصل البصري بينه وبين اللي بيحكي معها، تمام؟ فبالتالي there is non-verbal type of communication، يعني حتى يعني التواصل البصري لما يكون موجود بيعطيني non-verbal type، ولما ما يكون موجود برضو بيعطيني non-verbal type، يعني الاي كونتاكت بيأثر على الجهتين سواء انا حافظت عليه او ما حافظت عليه. فإذا أنا مش محافظ على الاي كونتاكت بحكي لي he is expressing his dissatisfaction for example. فأنا لما ما أكون يعني بطلع على الشخص اللي قدامي، أنا ممكن أعبر هيك عن عدم رضاي عن الشخص اللي قدامي أو أني مستاء من شغلة معينة، تمام؟ فبحكي لي avoiding eye contact is a feature of passive communication. passive communication بنحكي عنها بآخر المحاضرة، موجود يعني أنواع الكوميونيكيشن، تمام؟ فهي فكرة الاي كونتاكت، إنه حتى not maintaining eye contact is an unverbal type of communication. طيب اللي بعديها اللي هي الجيزنج او التحديق، تمام؟ التحديق في عندي ثلاث انواع من الجيزنج اللي هم باور جيزنج وسوشيال جيزنج والانتيميت جيزنج. الباور جيزنج اللي هو من القوه، تمام؟ انه انت لما تحكي مع الشخص اللي قدامك، لما تحدق في اماكن معينه في وجهه انت بتعطيه شعور بالقوه، يعني انت بتورجيه انك انت المسيطر وانت قاعد بتحكي معاه، تمام؟ فبحكي لي هنا I gaze shifts between the two eyes of the other and his or her forehead. فإذا أنت بتطلع على الشخص هاي زي ما تشايفين بالصورة هون بين عينيه وهون عند جبهته، يعني بحكي لي إنه هذا الإشي إيش يعني بخليك تبين قوتك أو سيطرتك. فبحكي لك هذا الإشي بتستعمله وين؟ بالبزنس كونفرزيشن، لما يعني بلقاءات العمل مثلا أو المحادثات أثناء العمل، لما تيجي بدك تورجي سيطرتك او قوتك، يعني بتطلع هيك بين عينيه وفوق على جبهته، بيورجيك ايش الدوميننس. الدوميننس اللي هي السيطره. الثاني اللي هي السوشيال جيزنج، اللي هو اذا انت عادي بتحكي مع الناس بشكل عام، فبحكي لك بتطلع بين عينيه الثنتين، يعني مثلث بين عينيه الثنتين وبين ثمه، تمام؟ فهذا المثلث اذا انت يعني اذا عينيك بتحرك في ضمن هذا المثلث، انت هيك عادي يعني بيكون هذا الحديث يعني ودي، تمام؟ يعني حديث اجتماعي عادي مع اي حدا بالحياه، وانت هون مش بحاجه انك انت تورجي سيطرتك، يعني والله انت قاعد بتحكي مع صاحبك مثلا او مع زميلك بالشغل او اي حدا، تمام؟ فانت هون ما بدك تورجي الليدرشيب او القياده. الاخيره اللي هي الانتيميت جيزنج، اللي هو خلينا نحكي هو شوي العاطفي، تمام؟ فزي ما حكينا الانتمت يعني ماله هذا، معلش مش عارف ليش البرنامج شرط صراحة بسجل هذا. خلاص بسجل. طيب فبنحكي الانتمت جيزنج اللي هو التحديق العاطفي او الحميمي، تمام؟ اللي هو اذا انت بتطلع بالمثلث اللي هو بين عينيه وصدره، تمام؟ بهذا المثلث او بين يعني منطقة الرقبة، هاي يعني بيعطي انطباع بإيش؟ بالتواصل القريب بينك وبين الشخص اللي بتحكي معاه، أو التودد لإله، تمام؟ فهاي ثلاث أشكال من التحديق، الباور والسوشيال والإيش والإنتيمت. طيب هسا حكينا عن الجيزنج وحكينا عن الآي كونتاكت، نيجي نحكي عن البوستر، الهيئة أو وقفتك أو وضعيتك أثناء الوقوف. فبحكي لي في نفس الصورة هاي تاعت الاي كونتاكت، زي ما احنا شايفين انه هذا الزلمة هنا حاني ظهره لقدام، is slouching، تمام؟ he is not standing tall، مش واقف هيك على طوله، ولا انه هيك ظهره مستقيم، لا هو حاني ظهره. فهاي البوستر expresses a certain signal to the recipient، بتوصل اشارة معينة للشخص اللي قاعد بشوفها قدام، يعني هاي اللي قاعد بتحكي معاه، انحناء ظهره هذا بيعطي انطباع معين. بحكي لي If you have a slouching posture, this is another feature of passive communication besides avoiding eye contact. فأنت انحناء ظهرك هذا راح يعطي إيش؟ راح يعطي أو هو أحد خصائص الباسيف كوميونيكيشن اللي راح نحكي عنه لقدام كمان، تمام؟ فصار عندي كم وحدة للباسيف كوميونيكيشن؟ ثنتين، السلاوتشنج بوستر والأفويدنج آي كونتاكت، تمام؟ خلينا نحفظهم هسه لقدام بلزمنا.
احكي لي اذا بدك تكون اسيرتيف كوميونيكيتر، برضه راح نحكي عن الاسيرتيف هسه باخر المحاضره، لازم تكون ايش؟ لازم تكون واقف هيك على طولك لحتى ايش؟ لحتى تنقل الاسيرتيفنس تبعتك. هاي الاسيرتيف انك تكون يعني زي تاكيد او واثق من نفسك وانت بتحكي، تمام؟ فاذا انت كنت واقف وظهرك مستقيم انت هيك بتكون بتوصل هاي الاسيرتيفنس اللي هي ثقتك او انه تاكيدك على كلامك انه صح. ف your posture determines what type of communicator you are. هسا يعني انه وقفتك والبوستر تبعتك هي اللي بتحدد انت اي شخص من الكوميونيكيترز، انت باسيف او اسيرتيف او اجريسيف وغيره. معلش انا هذا البرنامج غلبني. فحكينا عن البوستر، نيجي هسا نحكي عن الجستشر اللي هي الايماءات او الاشارات. بحكي لي اتز ان نون فيربال تايب اوف كوميونيكيشن، زي الوينك مثلا، انك انت لما تغمز مثلا او زي ما حكينا تاشر بحواجبك او ترفع ايدك تسلم، هاي كلها عباره عن جستشرز، تمام. هاند ستيبل، الهاند ستيبل هاي هون بحكي لي صوره لتوني بلير. توني بلير كان هو رئيس وزراء بريطانيا سابقا. بحكي لي انه ذا تايب اوف بودي لانجويج سبيسيفيكلي ذس هاند ستيبل اكسبريسز ذا دومينانس. فاذا انتم بتشوفوا الناس السياسيين زي هيك بتلاقيهم كلهم يعني واقفين بيحكوا بطريقه معينه او شابكين ايديهم زي توني بلير هون، او بيكونوا مثلا مشكلة مش راح اقدر اورجيكم، بس انه هيك حاطين الايدين فوق بعض يعني بطريقه انه تبين السيطره، تمام. هاي كليات الاشياء ترى السياسيين بتعلموها وبتدربوا عليها لحتى يعني حتى بالهيك باللقاءات والمؤتمرات العالميه يكونوا هم اللي مسيطرين. وحتى في يعني اذا بتلاحظوا او اذا عمركم لاحظتوا من الاشياء اللي برضو يعني بتعطي انطباع بالسيطره اللي هي حتى يعني السلام بين رؤساء الدول وكذا، لما يجي يسلموا بالايد بتلاقي الواحد عشان يفرض السيطره بصير يسحب ايده لجهته، تمام، انه ها انا اللي مسيطر عليك، تمام. فالشيء موجود يعني، واذا هيك رجعتوا لكم فيديو راح تلاقوا الشيء فعلا يعني بصير، تمام. يعني النون فيربال كوميونيكيشن له كثير تفرعات وله كثير اشكال، وهي الهاند ستيبل واحده منهن، يعني انه اذا انت بتحكي بهاي الطريقه فانت راح تفرض سيطرتك او انه راح تورجي سيطرتك للي قدامك. وهي هون حكيناها، بس انه السياسيين بتدربوا عليها تدريب يعني عشان يورجوا سيطرتهم. اللي بعديها الميرورينج، كلمه ميرور معناها مرايه، تمام. فهون الفكره بالميرورينج، ميرورينج ليش هيك تطلع الار، ميرورينج اللي هي انه اذا انت يعني بتحكي مع شخص قدامك وهو صار يسوي جستشر معينه فانت تسوي نفس الجستشر تبعته. هاي هون الصوره اللي مرجيني اياها لباراك اوباما مع ديفيد كاميرون، برضو كان رئيس وزراء بريطانيا سابقا. هون شايفين عاملين نفس الحركة، يعني في واحد منهم كان عامل الحركة فالثاني عشان يؤدي هذا النون فيربال كوميونيكيشن راح سوى نفس الحركة. ليش؟ عشان يبني زي يعني علاقة قوية بيناتهم او علاقة قريبة بيناتهم. هاي العلاقة القريبة شو بنسميها؟ الرابورت، تمام، اللي هي بتبين العلاقة اللي فيها انسجام بين اثنين. طيب فشو بحكي لي؟ are doing the same gesture، انهم مسويين نفس الجستشر، وهنا انه في واحد منهم قلد الثاني، وانه هاي الطريقه بتبين الريبورت، تمام. الريبورت اللي حكينا عنها ايش هي؟ عباره عن كلوز اند هارمونيوس ريليشن شيب مع الكوميونيكيتر اللي قبالي عن طريق اني انا اقلده اسوي نفس البادي لانجوج تبعته. وهنا واحده ثانيه نفسها برضه اللي هي حاملين نفس الجاكيت، شايفين نفس الطريقه، حتى لابسين نفس الاشي يعني، تمام. فهي هاي يعني احدى اشكال النون فيربال كوميونيكيشن اللي هي الميرورينج، تمام. طيب حكينا انه ذا موست اوف ذا مسجز ذات يو ترانسميت اور ديسبلاي ار نون فيربال. فهاي الجمله مهمه، هاي جاي سؤال اكيد يعني ما فيش مجال، ثالث مره بتتكرر معنا هاي. طيب نيجي الان على الستايلز اوف كوميونيكيشن اللي حكيت لكم عنها، الباسيف والاجريسيف والاسيرتيف. هسه في عندي هون اربع انواع. في عندي واحد اللي هو الباسيف، هون يعني ترجم الحرفية سلبي، بس هي مش فكرة انه سلبي، يعني الفكرة انه هو دائما يعني نحكي نوعا ما مستسلم، تمام. ما في عنده قوة في كلامه، بيكون زي هيك دائما يعني بيعتذر من الناس، دائما يعني حاس حاله انه هو اللي غلطان، صوته واطي هيك يعني شخصية ضعيفة بتكون شوي، تمام. الثاني اللي هي الاجريسيف العدائي، يعني هذا عكس الاول تماما. الباسيف بيكون هيك يعني زي حقه مهضوم، تمام، بس الاجريسيف بيكون يعني ماخذ حقه ومتعدي على حق غيره، فهو عدائي، بيكون اجريسيف عنيف او عدائي. الباسيف اجريسيف اللي هو بيكون قدامك باسيف بس من وراك اجريسيف، هذول الناس اللي بوجهين عرفتوهم، نفس الفكره، امامك سلبي ومن خلفك عدائي.
واخيرا الاسيرتيف، هذا اللي ايش خير الامور اوسطها، جاي بالنص، لا هو باسيف رايح حقه ولا هو اجريسيف ماكل حق غيره، لا هو جاي بالنص ماخذ حقه بدون ما يتعدى حق غيره. فهو ايش ات از ذا بيست تايب اوف كوميونيكيشن ستايل. اذا انت كنت انسان اسيرتيف بتقدر يعني انك يعني تكون شخصيتك قويه مع الناس، وبنفس الوقت الناس ما بيكرهوك، يعني الناس بيكونوا يحبوك، تمام؟ فهو انت تستخدم اسلوب التوكيد الذاتي، يعني انك انت خلال كلامك بتاكد حكيك بالنون فيربال كوميونيكيشن اللي بنحكي عنها. One of the main objectives of this lecture is to discriminate between ايش هذول انواع الكوميونيكيشن، انك انت تميز بيناتهم، تعرف يعني بنون فيربال كوميونيكيشن معينه او ببعض اشكال النون فيربال كوميونيكيشن تعرف انه هذا الشخص باسيف كوميونيكيتر، ببعض الاشكال الاخرى تعرف انه اجريسيف، زي هيك، تمام؟ فإت ديبندز اون سيرتن فيربال اند نون فيربال فيتشرز. اذا كان في عندي بعض الفيتشرز موجوده انا بقدر احدد هل هذا الشخص باسيف، هل هو اسيرتيف، هل هو اجريسيف والى اخره. فاحنا لحد الان متذكرين حكينا في عندي ثنتين للباسيف كوميونيكيتر، شو هن؟ الافويدنج اي كونتاكت والسلاوتشنج بوستر، صح؟ اللي هم تجنب التواصل البصري والوقف اللي هي هيك اللي ظهره منحني. طيب فهسه خلينا بدنا نشوف بعض اشكال او بعض الفيتشرز لكل نوع كوميونيكيشن. فهسه عند الاجريسيف كوميونيكيشن حط لي صوره دونالد ترامب هون. دونالد ترامب عباره عن اجريسيف كوميونيكيتر، تمام؟ شو في فيتشرز معينه؟ اول إشي هي بوينتس فينجرز، دائما ايش بأشر باصابعه، دائما بيصيح وبصرخ، تمام، ورافع صوته. والثالثة انه دائما هيك مكشر، لا هو مبتسم ولا يعني دائما هيك معصب وهو يحكي معك، فاهم كيف؟ هذا اجريسيف، تمام. واخر وحدة انه دائما بيستعمل الضمير يو، انه انت انتو انتو كذا ابصر ايش، فدائما بلوم غيره، تمام، بليم اذرز. فهذول ان الاربع اشياء، انه pointing fingers، yelling and shouting، frowning facial expressions اللي هو دائما مكشر، ودائما بيستعمل الضمير يو، يعني انه انتو انتو انتو. حكينا دونالد ترامب إذا أنا أجريسيف كوميونيكيتر. اللي بعديها إنه عن الباسيف كوميونيكيتر مش عن الأجريسيف. أول واحدة بحكي لي not maintaining eye contact، يعني نظره دائما إيش، دائما بالأرض، هاي حكيناها. الثانية السلاوتشنج بوستر برضو حكيناها. إحنا قاعدين نحكي عن مين؟ عن الباسيف كوميونيكيتر، تمام. ففي الفيتشرز زي not maintaining eye contact، السلاوتشنج بوستر، بوستشر. الثالثة اللي هي crossing his arm، متكتف هيك حاس إنه هو مش مرتاح، تمام. اللي بعديها putting his hands on mouth، فدائما حاط ايده على ثمه هيك بتحسه انه مش مرتاح او خايف انه يحكي او خايف يبدي رايه، تمام. اللي بعديها he laughs when he's supposed to be angry and they cannot say no to other people، فبيضحك حتى بيضحك بالوقت اللي هو لازم يكون فيه معصب، تمام. يعني يعني هو زي هو رايح حقه ليش؟ لانه مش مورجي الجديه للناس، تمام، ما بيكون هيك يعني انه بالوقت اللي لازم يعصب فيه بتلاقيه معصب، لا بتلاقيه قاعد بضحك او مش سائل. فهذا عباره عن باسيف كوميونيكيتر، وما بيقدر يحكي لا للناس، اذا اي حدا بيطلب منه شيء خلص يعني على طول بيقول له يلا ماشي، تمام. فالناس مستوطين حياته يعني. He uses fillers a lot like but زي هيك، يعني بيكون حكيه مش قادر يركب حكيه على بعضه، فبيستعمل هاي الفيلرز، يعني زي انه قاعد في فراغات بكلامه فقاعد بيعبيها بهاي الفريزز او بهاي الكلمات. اخيرا ال people who use this communication style have low self esteem, low self respect and anxiety. فهو بيكون متوتر، anxiety، low self respect مش مقدر نفسه مش محترم نفسه، ولو self esteem انه هو مش واثق بنفسه، تمام. فالناس اللي زي هيك ما رح يعني يكون عندهم ثقة بنفسهم كثير. بحكي لي it was shown that people who communicate using passive communication style are more likely to become drug addicts. فبحكي لي انه الاشخاص اللي بيستعملوا الباسيف كوميونيكيشن هم الدراسات كشفت انه هم اكثر عرضة يصيروا ايش، يصيروا مدمنين، تمام. فديروا بالكم يعني. طيب هاي الفكرة هون. طيب بحكي لي in this one we see an assertive communicator وهي has features like standing erect and tall. هون بنحكي عن احنا الاسيرتيف، حكينا اللي هو التوكيد الذاتي، اللي هو بيكون واقف هيك يعني منتصب القامة او ظهره مستقيم، وبيكون دائما محافظ على الاي كونتاكت مع الشخص اللي بيحكي معاه، بيكون جمله صغيرة ومباشرة على النقطة اللي بده اياها، يعني ما بيلف وبيدور بالحكي، fluent no pauses، ما يعني ما بيوقف خلال حكيه، ما بتردد، ما بيكون حكيه متقطع، ما بيحكي لا سريع ولا بطيء، بيكون حكيه ايش، بيكون حكيه متوسط السرعة، تمام. الهاند ستيبلز حكينا عنها، زي ما انتم شايفين هون معن القطامين، شايفين كيف ايديه زي هيك، هاي الهاند ستيبل. نو فيلرز، ما بيستعمل اوكي هيك يعني، تمام، لا عادي حكيه بيكون كامل وواضح وما في فراغات.
هون بحكي لي دكتور معي انقطاع مين is إيش is an assertive communicator. طيب بحكي لي هنا if you are an assertive communicator and if you want to get your point across and you want to voice your opinion always try to minimize the use of fillers. فإذا أنت بدك تكون assertive communicator وبدك توصل لنقطتك مباشرة وبدك يعني رأيك يكون إله صدى وإله صوته حاول ما تستعمل الفيلرز في كلامك لأنه الفيلرز هاي بتدل على عدم ثقتك بالحكي أو أنك أنت لسه قاعد بتبني حكيك ومش عارف تحكي تمام. ولكن لما يكون حكيك يعني خلص واضح ومباشر على النقطة لا أنت هيك بتكون assertive communicator وبيقدر رأيك اللي أنت بتحكيه يكون إله صدى وإله صوت تمام. الpassive aggressive اللي هم حكيت لكم هذول الناس اللي بوجهين behind you he wants to stab you in the back يعني لما تلف ظهرك يكون كأنه بده يطعنك في ظهرك وهذا الإشي يعني منتشر كثير عندنا للأسف. طيب هون السؤال هل إذا أنا شخص مثلا عندي communication style معين يعني إذا أنا كنت aggressive مثلا هل بقدر أصير assertive أو إذا كنت مثلا passive هل بقدر أصير assertive أو هل بقدر أصير aggressive. هون بحكي لي if أول إشي الجواب yes أنت بتقدر تتدرب على هذا الإشي وبتقدر تحسن منه. فبحكي لي إذا أنت aggressive communicator does that mean you are an aggressive one all the time أو is it good for you to stay in only one type. هل هو يعني إشي كويس أنك أنت تظل على نمط أو communication style واحد دائما؟ فالجواب لا. أنت يعني الفكرة أنك أنت تكون ذكي لدرجة أنك تقدر إيش تغير بين communication styles هذول. فالaggressive person can turn into an assertive one by learning تمام. يعني إذا الواحد تعلم وتدرب على موضوع الكوميونيكيشن لا بيقدر يصير أسيرتيف عادي تمام. فبحكي لي هون people who have high emotional intelligence اللي هو هسه راح نحكي عنه know how to switch from one communication style to another. يعني صح الأجريسيف مش دائما كويس بس إذا أنت عندك high emotional intelligence اللي هو الإيكيو هسه راح نحكي عنه مش الإيكيو الإيكيو الاي كيو اللي هو معدل الذكاء بس الاي كيو اللي هو الايموشنال انتليجنس هذا بيقدر انه يغير من كوميونيكيشن ستايل لكوميونيكيشن ستايل ثاني تمام. طيب فهنا بحكي لي عن الايموشنال انتليجنس انه بيبل وذ هاي اي كيو قادرين انهم يغيروا من نمط لاخر تمام وبيقدروا يتحكموا بعواطفهم اثناء الكلام فهاي اللي عندهم يعني هاي ايموشنال انتليجنس بيقدروا يسووا هذا الاشي. وحكيت لكم ايش رمز الاي كيو مش الاي كيو هذا بيجي سؤال بالامتحان ترى هي الديفرنس بين الاي كيو والاي كيو هاي بتيجي سؤال. طيب بحكي لي اتز اسكيل ذات يو بيلد حكينا هي عباره عن مهاره مع الوقت مع التمرن مع العمر يعني بتاخذها تمام. والهاي اي كيو اتز اسينينم فور ذا ويزدم الويزدم اللي هي الحكمه. فإذا أنت كنت حكيم أو شخص عندك high emotional intelligence اللي هو الذكاء العاطفي فبتقدر أنك تغير بين طرق التواصل المختلفة بتعرف والله فلان تحكي معاه بلطف تحكي معاه بتأكيد بأسيرتيف أو تحكي معاه بأجريسيف يعني أنت بالوزدم تبعتك هاي تقدر تتحدد هذا الإشي. الإشي هذا يعني بيأثر على حياتك in a very impactful way بطريقة مؤثرة جدا وهي بجوز تلاقوها يعني طبعا التفريغ يعني هاي بس هي impactful تمام. It also enhances the self-respect بزيد من احترامك لنفسك ثقتك بنفسك. وناس اللي عندهم high emotional intelligence they go far in life يعني بينجزوا كثير بالحياة. ليش؟ لأنهم قادرين على التعامل مع الناس بشكل كويس وانت تعاملك مع الناس بطريقة كويسة هو اللي راح يرفعك مع الناس تمام. ناس دائما بتحب هيك يعني اللي تعاملهم كويس ودائما يعني احنا بنعرف عن ناس كثير واحنا اكيد كلكم تعاملوا مع ناس والله خلص يعني انه هذا البني ادم بطيقش طريقة حكي وهيك ابصر كيف خلص بحكي مع الناس كأنه هو احسن واحد بالدنيا ومش شايف حدا قدامه. فيعني هذا الاشي بخلي الناس ما ترغب انها تحكي معك ما ترغب انها تتواصل معك ولا حتى يعني تصاحبك والى اخره تمام. ولكن اذا كان عندك هاي ايموشنال انتليجنس قادر تحكي مع الناس بطريقه كويسه قادر تعبر عن رايك بطريقه كويسه ما تتعدى على حقوقهم فهذا الاشي جد راح يخليك تنجز يعني بكثير شغلات تمام. هون بحكي لي الايموشنال انتليجنس انه امبروف ديسيجن ميكينج بحسن من اتخاذ القرار من صحة الإنسان ويل بينج نفسها. الليدرشيب أبيليتي بزيد من القدرة على القيادة بزيد من اللي هو التيم بيرفورمانس العمل مع الفريق. والأوكيبيشنال ستريس يعني الضغط بالشغل قد ما كان كبير فلا أنت بالإيموشنال إنتليجنس تبعتك تقدر تتعامل معاه وتقلله تمام. طيب
احكي لي هون اكزامبلز على اللو اي كيو، زي ايش في امثله على اللو اي كيو؟ انك انت شخص بتجادل بكثره وما بتسمع لاراء غيرك، فانت ارجيومنتاتيف اند نوت لسننج تو اذرز. الثاني اللي هي اولويز بليمينج اذرز، والثالث اللي هي ايموشنال اوت بيرست، يعني انه خلص انت بتبطل تسيطر على حالك، بتصير تدق بالكل، تمام؟ مش بتشوفش حدا قدامك، خلص مين ما اجاك، صاحبك القريب، اهلك، اخوانك، خلص بتدق بالكل، فيش حدا قدامك، تمام؟ فانت هم تفقد سيطرتك على نفسك. هذول الاشياء يعني دليل على وجود اللو اللي هو ايموشنال انتليجنس، تمام؟ طيب شو الفرق بين الاي كيو والاي كيو؟ الاي كيو اللي هو انت ايش بتقدر تبنيه، حكينا انه بتقدر انت تكتسبه مع الحياه او مع التدرب، تمام عليه، بس او مع تدرب عليه، تمام؟ انا مرات بتنعجق الجمله معي. ولكن الاي كيو هو عباره عن الانتليجنس كوتنت اللي هي نسبه الذكاء، وهو شيء انت بتنولد معه، ما بتقدر تغيره، ولو بدك تغيره راح يكون بشكل كثير محدود، يعني مش شيء بتقدر تتدرب عليه زي الاي كيو، تمام؟ الاي كيو هذا شيء خلص انخلقت انت فيه، فهو هيك يعني ما بتغيرش، تمام؟ طيب بحكي لي انه يو شود ديفلوب ان اسيرتيف كوميونيكيشن بيكوز ات از ذا بيست كوميونيكيشن ستايل، وهي حكيناها انه الهاي اي كيو ذي جو فار ان لايف. بحكي لي الاسيرتيف كوميونيكيشن هو احسن طريقه تواصل، فانت لازم تحاول ايش؟ لازم تحاول تتدرب على الاسيرتيف كوميونيكيشن. هون برجع بحكي لنا عن كل نوع كوميونيكيشن شو في له فيتشرز معينه. فهنا الباسيف كوميونيكيشن بحكي لي انه انت بتسمح للناس يتعدوا على حقوقك، وانه انت ما بتعبر عن ارائك ومشاعرك بطريقه كويسه، فبالتالي او انت بتحس انه الشخص اللي قدامك راح يعصب منك او راح يزعل منك لانه بتكون شخص خجول، وهذا الاشي مش صحي بالنسبه لك، يعني ما بتكون عايش باريحيه مع الناس، تمام؟ فزي ايش في عندي باسيف كوميونيكيشن؟ في عندي انا هسه فيربال فيتشرز ونون فيربال فيتشرز من كل واحد. الشخص الباسيف راح الاقي جمله طويله، تمام؟ راح الاقيه بتقطع ومتردد في كلامه، راح الاقي صوته ناعم هيك وغير مسموع ابدا، تمام؟ راح الاقيه انه بسكت بكثره او بحط اللي هو الفيلرز هذول اللي حكينا عنهم، المونوتونس، انه دائما على نغمه واحده، لا 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 هيك خلص كله نغمه واحده، ما عنده ارتفاعات ولا نزلات بالصوت، تمام؟ زي هيك يعني. فلا هو مونوتونس. ابولوجيتك، انه دائما حاس انه هو مزعج للشخص اللي قدامه، تمام؟ الكواليفايرز اللي هي هي تقريبا نفس السادسه، اللي هي انه انا بعتذر اذا بزعجك، وانا اسف اني بحكي معاك بهالوقت، وزي هيك يعني، تمام؟ وشو كمان بحكي لي؟ انه لازم تحكيه بشورت سنتنسز واب تو ذا بوينت، كلها حكيناها. وحكينا سيلف ديسميسل وسيلف بوت داونز، يعني زي اللي بجلد ذاته، مش معطي قيمه لنفسه، تمام؟ فكلياتها هاي فيربال فيتشرز. النون فيربال فيتشرز اللي هي افويدنج اي كونتاكت، هيد بند داون، سلاوتشنج، هاي الهيد بند داون انك انت حاني راسك لقدام، رينجينج هاند دائما هيك بتلاقيه بفرك بايديه، يعني وهذا دلاله على التوتر، هيك هو مش مرتاح لما يحكي معك، تمام؟ laughing when angry، قاعد بضحك بالوقت اللي لازم اعصب فيه، hiding mouth with hand انه بغطي ثمه اثناء الكلام، الghost smiles يعني قاعد بيبتسم بالوقت اللي مش لازم يبتسم فيه، او بتكون ابتسامه غريبه هيك يعني مش بالوقت المناسب، lip biting اللي هي انه يعض على شفتيه، بيكون هذا من التوتر، بتعرف هيك بتلاقيه اشياء قاعد بوكل باظافره او هيك بيعض شفايفه او بفرك ايديه، كلها علامات توتر، تمام؟ والوينكينج اللي هي ايش؟ اللي هي انه الغمز اثناء الكلام، وهي دلاله على الباسيف كوميونيكيشن، يعني اللي بضل يغمز كثير اثناء حكيه او بضل يرمش، بتدل على ايش؟ على الباسيف كوميونيكيتر. فانتوا لما تشوفوا حتى يعني السياسيين الكبار زي هيك نادر ما تلاقي حدا وهو بيحكي بضل يرمش، تمام؟ بينما لما نتعامل مع الناس بنلاقي هاي الفئه من الناس موجوده. يعني الكونسيكونسز اوف باسيف كوميونيكيشن، يعني شو نتائجها؟ انه بتنعدم ثقتك بنفسك، دائما انت متوتر، وممكن هذا الاشي يصير يتطور لنوبات ذعر، والسوشيال فوبيا اللي هي انت خوفك من الناس، فوبيا بجزء اخذتوها هسه بالبيو، فوبيك معناها انه بخاف، تمام؟ فالسوشيال فوبيا انك انت بتخاف تجتمع مع الناس، بتخاف يطلبوا منك اشي وتعمله، تمام؟ زي ما حكينا هذول بس كوميونيكيترز ما بيحكوش لا، اي حدا بيطلب منهم اشي يلا ماشي بنعمل، تمام؟ النوع الثاني اللي هو الاجريسيف كوميونيكيتر. هسه شايفين هذول، يعني هذول حفظ ولا مش حفظ؟ هسه هو نفس السؤال تبع المحاضره الاولى، ونفس الجواب، يعني انت هاي الاشياء منطقيا تقدر
يعني اذا انت قراتها مره واحده مرتين خلص انت حافظها فعليا. يعني والله اسالك ها بدون ما اشوف اللي جمله طويله هذا شو بيكون، باسف ولا اسيرتيف؟ تحكي لي باسف. طب اللي جمله قصيره ومباشره على مباشره بوصل للنقطه اللي بده اياها هذا اسيرتيف. الشخص اللي ايش مثلا، الشخص اللي ما بتردد اثناء حكيه وما في تقطيعات في حكيه هذا ايش، باسف ولا اسيرتيف؟ فهذا اسيرتيف. تمام زي هيك، فيعني اشياء منطقيه ما فيهاش يعني انه مش من الحفظ السيء، في حفظ هذا السيء بتلاقوه يعني زي اللي كان مثلا تاريخ الأردن زمان وهيك، خلص الواحد يعني مش قادر يبلع المعلومة، بس هاي كلياتها هيك أشياء يعني عادية. تمام رجعناكم للتوجيه احنا لورا مش مشكلة. هسه حكينا عن الباسيف، حكينا عن الفيربال فيتشرز النون فيربال فيتشرز والكونسيكونسز تبعتها شو نتائجها. نيجي نحكي عن الاجريسيف. الاجريسيف انت بتحمي حقك، هناك حكينا ايش بالباسيف بتسمح للآخرين يتعدوا على حقك، ولكن في الأجريسيف أنت بتحمي حقك بس إيش؟ you violate others people's rights، أنت بتتعدى على حقوق غيرك. تمام؟ فبالتالي أنت بولي، أنت شخص متنمر على الآخرين. تمام؟ شو في فيتشرز لهذا الإنسان؟ دائما بتمسخر على الناس ودائما بيستهزئ فيهم، scornful and demeaning، non-stop قاعد بحكي بضل يحكي بدون ما يسمع لغيره. تمام blaming others اللي هي انه بضل يلوم الاخرين، yelling and shouting بضل يصيح. تمام وthreatening التهديد يعني بضل يهدد الناس. في عند الساتس اللي هي showing off انه بتباهى شايف حاله هو احسن واحد بالدنيا وفش حدا قده. فهي كلها verbal features. شايفين يعني انا لما احكي لك واحد aggressive، واحد عنيف، واحد عدائي في كلامه، شو راح تكون verbal features تبعته؟ يعني ما اذا اجنك سؤال بالامتحان all of the following are features of aggressive communicator except، اذا اجن لك يعني ثلاثه من هذول واحده رابعه ما لهاش دخل راح تقدر تعرف الرابعه بسهوله يعني. تمام طيب النون فيربال فيتشرز اوف اجريسيف كوميونيكيتور اللي هو الاشياء النون فيربال الغير محكيه، بضل يجحر بالناس وفي عندي الاي كونتاكت زياده عن اللزوم، هاي اول وحده. الثانيه اللي هي البوينتينج فينجرز انه بضل ياشر على الناس لانه هاي يعني بضل يلوم الناس. تمام فبضل ياشر عليهم. leaning forward انه منحني للامام، منحني للامام مش بالطريقه اللي حكينا عنها بالباسيف اللي هي انه slouching، لا منحني للامام اللي هي انه زي بده يهجم عليك، فاهم كيف؟ فهاي فكره leaning forward. الرابعه اللي هي using your fist، تضل تستعمل قبضه ايدك يعني زي كانك بدك تضرب اللي قدامك. واخر واحده الفراونينج اند كلينشينج يور جو، حكينا عنها وقت دونالد ترامب انه انت دائما مكشر، وهنا برضو انك دائما ضاغط على اسنانك هيك بدك يعني بدك تأذي اللي قدامك. طيب فهي non-verbal features of ايش؟ of aggressive communicators. نيجي الآن على assertive، وهذا الشخص اللي لازم كل حدا فينا يطمح انه يوصل لهاي الطريقة من الكلام اللي هي assertive، انه انت تعبر عن رأيك، تعبر عن عواطفك، تعبر عن احتياجاتك، ولكن بدون الاعتداء على حقوق غيرك. تمام without violating the rights of others. ف if you are always concerned about your rights you are an aggressive. إذا أنت دائما بس بدك حقوقك أنت بدون حقوق غيرك فأنت إنسان أجريسيف. إذا أنت دائما مهتم بحقوق غيرك if you are always concerned about others rights فيو ار باسيف، أنت زي كأنك مستسلم إلهم. تمام اللي هي الباسيف كوميونيكيتر. الثالثة اللي هي إذا أنت مهتم بحقوقك بدون ما تتعدى على حقوق غيرك فأنت إنسان أسيرتيف. والأسيرتيف هو best type especially in the institutions في المؤسسات اللي الواحد بيشتغل فيها. Can you train yourself? Yes you can train yourself to be an assertive communicator. وحكينا الـ emotional intelligence بتكتسبها عن طريق الخبرة وعن طريق العمل. تمام فالإشي الواحد ممكن يتدرب عليه. شو في verbal features؟ انه fluent بيحكي بطلاقة، محافظ على نفس السرعة تبعته، ما بيحكي مرات هيك بسرعة وببطء، لا هو محافظ على سرعته. تمام medium tone of voice الصوت تبعه معتدل، clear واضح في كلامه ما بيلف وبيدور. تمام وهاي نفسها اللي هي short and up to the point sentences، يعني خلص جمله قصيرة وبتعطيك كل إشي اللي بده إياه بالضبط. تمام ما بيلف وبيدور في حكيه، ودائما بستعمل كلمة I. الأجريسيف شو حكينا بستعمل؟ بستعمل you الأجريسيف اللي هو العدائي، بس الآي بحكي عن رأيه بحكي عن حاله بدون ما إيش، بدون ما يلوم الآخرين. فهو هذا الاسيرتيف عكس الاجريسيف. اخيرا السوفت اند ستدي فويس، فبتكون يعني نبره صوته يعني معتدله. تمام سرعته معتدله وبكون ايش يعني صوته مش ناعم قد الباسيف ولا بصيح وبصرخ، بكون ايش معتدل كلياته. تمام طيب النون فيربال فيتشرز، اولا ليسننج انه هو بيستمع للاخرين بيعطي مجال للاخرين انهم يحكوا،
فبالتالي هو ايش ما بيعتدي على حقوقهم. الثانية maintaining eye contact without staring، انك تحافظ على التواصل البصري بس مش الجحرة تبعت الاجريسيف هاي اللي كانت قبل، هذيك كانت كان بجحر اللي قدامك شايفين هاي كيف هون، بس لا الاسيرتيف عادي بيكون بتطلع عليك محافظ على التواصل البصري عشان يكون النقاش كويس، بس بنفس الوقت ما ايش ما بجحرك بطريقة يعني انه هجومية. standing tall ظهر معتدل، hand gestures حركات يديه تظهر انه واثق، حكينا عن زي الهاند ستيبل مثلا. السمايلينج انه بيبتسم بالوقت والظرف المناسب طبعا، لانه الباسف حكينا بيبتسم بالوقت اللي مش لازم يبتسم فيه. السادس اللي هي ستيبل فيتشرز حركات طبيعيه وثابته، ما بتلاقي عنده مثلا فرك الايدين مثلا او انه بعض شفايفه، لا دائما حركاته طبيعيه وثابته. واخيرا الريلاكس جو اللي حكينا احنا بالاجريسيف هنا انه في عندي كلينشينج ذا جو، بس بيكون ضاغط على اسنانه هيك تمام. الجو طبعا هو الفك، يعني انك انت بتكون شادد على الفك تبعك يعني على اسنانك تمام، بس بالاسيرتيف هنا بتكون ايش بيكون ريلاكس جو، فبيكون الفك مرتخي. طيب فهاي النون فيربال فيتشرز اوف اسيرتيف، يعني جد حرفيا قلت لكم قراءه مرتين ثلاث، قراءه مش حفظ، خلص بتطلعوا من المحاضره يعني بسهوله. وإف سمون أسكس، هون بحكي لي أمثلة على كل الأشياء اللي فوق، فإذا واحد سألك إنك تسوي شغلة بناء على طبيعة استجابتك ممكن نحدد أنت أي نوع كوميونيكيتر. فإذا أنت رديت زي اللي قبل زي أول واحد هنا إنه تركني بحالي إذا محل عني بديش أسوي إشي، وإنه إذا بتيجي بتقرب علي والله لا أورجيك، فهاي يعني تهديد أجريسيف تمام. الثاني بحكي لي إذا أنت زي الشخص الثاني اللي هو هنا بيكون سبميسيف مستسلم تمام باسيف، فبحكي له شو رايك تعمل هالشغله، اه خلص يلا بعملها هيك عادي على طول تمام. بينما الثالثه it was the right one اللي هو هذا اللي على اليمين you are assertive، انت صح تقبل انك تشتغلها ولكن بدك تحافظ على حقك، فانت بتحكي له انه انا هسه بحتاج شويه وقت شو رايك اعملها بعدين زي هيك تمام. فانت ايش هون assertive، يعني لا انت عدائي قاعد بتقول له حل عني، ولا انت submissive قاعد تحكي له اه خلص حاضر سيدي، لا انت بالنص تمام بتقول له ماشي بعمل لك اياها بس بدي شويه وقت لحتى اخلص شغلتي مثلا زي هيك تمام. فهي هي الاكزامبلز. اخر اشي هنا هيك سؤالين سريعات، انه بروفيسور سكولد ديو وايل بوينتينج هيز فينجرز، قاعد بينادي عليك بصيح عليك وهو قاعد باشر باصابعه، فهذا ايش اجريسيف، بدام بوينتينج هيز فينجرز معناته اجريسيف. شي اولويز بوت اذر نيد بيفور هيرز اند دزنت سي نو وان شي فيلت لايك ات، يعني دائما بتحط شو نحكي هل هي مصالح الناس بتحطها فوق مصلحتها او حاجات الناس فوق حاجاتها هي، بالاضافة انها ما بتحكي لا بالوقت اللي لازم تحكي فيه، فهذا ايش باسف. زي هيك نمط الاسئلة بيجي، يعني بيعطيك سيناريو معين وايش بيقول لك هذا الكوميونيكيتر اي نوع من الكوميونيكيترز، يا اجريسيف يا باسف يا اسيرتيف الى اخره تمام. طبعا بالنسبة للأسئلة راح يكون في ملفات ومكملات اسئلة ان شاء الله، كل مجموعة محاضرات راح ننزل لكم مكمل. طيب نكمل، في بس هيك ملف بسيط وسريع بدنا نمر عليه اللي هو اللي فيه الملاحظات من الهاند اوت اللي نزل لكم اياه الدكتور، جمعنا الاشياء الزياده لحتى نكون يعني شملنا كل شيء، وان شاء الله يعني ما راح يطول معنا بس ان يعني 10 دقائق ربع ساعه ان شاء الله بنمر عليه بشكل سريع جدا تمام. طيب هسه احنا اخذنا عن انواع الكوميونيكيشن ستايلز، يعني اللي هم الباسيف والباسيف اجريسيف والاجريسيف والاسيرتيف تمام. هون في عندي اول شيء نقطه عن الباسيف اجريسيف، احنا حكينا قبل انه هو الشخص اللي بيكون قدامك شيء ومن وراك شيء، هون في كمان تعريف ثاني له اللي هو ايش، انه الشخص اللي بيكون هو اجريسيف تمام بس بطريقه باسيف بطريقه يعني اندايركت تمام، يعني وهي تقريبا نفس الفكره اللي احنا حكيناها انه قدامك هو يعني نوعا ما بيكون باسيف بس ما بيبين لك قديش هو اجريسيف تمام. فبحكي لي هون مثال انه يعني ممكن واحد يكون معصب بس ما يروح يصيح الناس اللي قدامه ويقعد يضرب فيهم، لا بيروح مثلا بفوت على الغرفه بضرب الباب تمام، يعني او هيك بطبق بقوه، فزي هيك يعني باسيف اجريسيف بيطلع منه هاي الشغله. هسه في عندي بعض المثس او بعض الاقوال او الخرافات عن الاسرتيفنس تمام، هون بحكي انه عندي بعض الاقوال وانه في ناس بيستعملوا هاي الاقوال عشان ايش for why they shouldn't try to be more assertive، يعني بعض الاقوال انه لحتى يبرروا انهم ما يكونوا assertive، يعني هم بيحكوا عن الassertive انه لا هو هذا الاشي غلط احنا مش لازم نعمله.
فبدنا نشوف هذول المس ونشوف كيف كل واحدة، يعني ليش كل واحدة غلط. ففي اول مث عندي بحكي لي انه الاسيرتيفنس از بيسكلي ذا سيم از بينج اجريسيف. بحكي لك انه الشخص الاسيرتيف هو نفس الشخص الاجريسيف، لانه بالحالتين هو قاعد ايش، قاعد باخذ حقه. بس ديبانكينج ذا مث، يعني كيف احنا ممكن ندحض هذه الخرافه او نبين انها خاطئه. فهون بحكي لي انه في عندي بيبل اجريسيف ذي ثينك ذي ار بينج اسيرتيف بيكوز ذي ار ستيتنج وات ذير نيدز ار. يعني في ناس هم بيكونوا اجريسيف بس لانهم بيحكوا هم شو احتياجاتهم وبكونوا صريحين فيها، فهم مفكرين انه هيك هي الاسرتيفنس. ولكن بالمقابل في اختلاف بين الاجريسيف اجريسيفنس والاسرتيفنس. الاختلاف بشو بيكون؟ بيكون بالكلمات المستعمله نفسها، بيكون بالنغمه تبعت اللي بيحكي فيها وبالنبره اللي بيحكي فيها وبلغه الجسد. حكينا كثير بيفرق لغه الجسد، صح؟ حكينا الاجريسيف بيكون بأشر باصبعه وبيستعمل قبضته، تمام؟ بينما هاي الاشياء مش موجوده عند الاسرتيف، بتكون عنده هاند، الهاند ستيبل مثلا، يعني هاي واحده من اشكال الاسرتيفنس. فهي هاي الفكره، يعني انه انا في عندي اختلاف بيناتهم، تمام؟ الثاني اللي هي بحكي لي if I am assertive I will get what I want. فبحكي لي هون المقولة الثانية انه اذا انا assertive فبقدر اخذ اي اشي بدي اياه. ولكن ايش بحكي لي؟ انه لا، انت فعليا انت لما تكون assertive هو هذا انت احسن اشي ممكن تكونه، صح؟ بس هو ما بضمن لك انك تاخذ كل اشي، هو بضمن لك انك تعبر عن حقوقك ولكن ما بضمن لك انك تاخذ حقوقك، تمام؟ يعني مرات الظرف نفسه ما بسمح لك بانك تاخذه. الثالثة اللي هي if I am assertive I have to be assertive in every situation. فإحنا حكينا الأسيرتيف هو أفضل إشي، ولكن المقولة الثالثة بيحكي لك إيش؟ إنه إذا أنا كنت assertive لازم أكون assertive بكل الحالات وبكل المواقف. بس إيش، كيف ممكن نحكي إنه هاي المقولة غلط؟ بنحكي إنه إيش؟ إنه أنت لازم تكون فاهم متى تكون assertive، لأنه لما تفهمها هذا الإشي بيعطيك فرصة إنك تختار متى تكون assertive وتعرف متى الوقت الصحيح إنك تكون، تمام؟ فهذا لا يعني انك لازم تكون اسرتيف دائما. وهنا بحكي لي انه انت لازم تختار الاسرتيف او انت تميز متى المواقف اللي تكون فيها اسرتيف. وهنا بحكي لي مثال، يعني اذا كان في شخص مثلا مش واعي، وانا ضرب مثال يعني البار يعني، تمام؟ بس مش مشكله يعني، بس نمر هيك عليه على السريع. هاي حطيناه لانه كان بالهاند اوت، يعني بس عشان في حال اجاكم نفس المثال تكونوا عارفينه. بس انه هي الفكره، انه اذا كان يعني شخص مثلا مش واعي قدامك فانت مش راح تحكي له بطريقه assertive. مرات بتحتاج انك تكون passive بس لحتى تمشي الموضوع، تمام؟ هون بحكي لي اخر شيء انك لازم تتعلم متى تكون assertive. عشان ايش؟ is about providing yourself with a choice. يعني انت لما تتعلم متى تكون assertive بصير في عندك خيار اضافي انك يعني بالموقف اللي لازم تكون فيه assertive تصير assertive فيه، عرفت كيف؟ يعني بيصير الاشي باختيارك انت، بتقدر تنقي. وصلت الفكرة؟ فهاي الاقوال اللي هي انه بيستعملوها الناس اللي ما بدهم الاسرتيفنس بتحججوا فيها، بس هاي احنا كل واحدة شرحناها يعني ووضحناها. هنا شو اثار اني ما اكونش اسرتيف؟ اول اشي ما بيكون في عندك ثقة، تمام، بنفسك. وانت ما بتكون بتعبر عن رأيك اذا انت كنت بتحكي بطريقة باسيف، وانه هذا الاشي ممكن يخليك يعني بدون هدف، او انه انت مش قادر تتحكم بحياتك لانك بتكون مستسلم لآراء الناس ولطلباتهم. واللي بعده بحكي لي انه انت ما بتكون عندك القدرة انك تعبر عن نفسك بطريقة منفتحة للناس وتعبر عن افكارك وعن مشاعرك، تمام؟ لانه هذا الاشي راح يخليك هذا الاشي يعني عدم تعبيرك راح يخليك هيك دائما متوتر وانك انت مستاء يعني من الحياه اللي انت عايشها، وهذا الاشي مش صحي ومش مريح في العلاقات. هون بحكي لي انه اذا احنا حكينا بطريقه اجريسيف فاحنا ممكن نخسر الاصدقاء والناس اللي حوالينا ونخسر نخسر احترامنا لانفسنا، تمام؟ بحكي لي هون انه الناس الاسيرتيف بيكونوا less depressed، يعني اقل اكتئابا، وفي عندهم يعني صحه افضل، وما بتساقط شعرهم يعني زي هيك، تمام؟ هاي الفكرة. less assertive people they have greater likelihood of substance abuse. هاي نفس اللي حكيناها، انه الناس الباسيف بيكون في عندهم يعني عرضة اكبر انه ايش، انه يصيروا مدمنين، تمام؟ طيب هون بحكي لي how to become an assertive. شو الاشي اللي بيخلي الشخص يبطل assertive؟ احنا حكينا انه الassertiveness هي يعني اشي مكتسب وبتتعلمه، تمام؟ بس شو كمان بحكي لي؟ انه برضو احنا كلياتنا ولدنا assertive. مثلا لما كنا صغار يعني
لما البيبي بتلاقيه دائما بعيط عشان ياخذ الاشي اللي بده اياه، فهو قاعد بيعبر عن رايه بطريقه حره وما في حدا بيسكته، تمام؟ وباخذ اللي بده اياه وما بيكون تعدى على غيره. فيعني شايفين كليات هالاشياء بتنطبق عليها. ولكن مع الوقت بس يكبر بصير ايش، بصير يعني تصرفاته بيحاول يخليها تتلائم مع الناس اللي حواليه. يعني لما يكبر بالعمر مش دائما بس يعيط راح ياخذ الاشي اللي بده اياه، تمام؟ خلص يعني بتلاقيه هو كبر فالبيئه اللي حواليه حكمته وبحكم عمره كمان. طيب، وايضا بسبب يعني الردود اللي برضو ممكن تيجي من اهله، من اللي حواليه، من اصحابه، من زملائه في الشغل. شو بحكي لي هنا؟ انه if your family or peer group dealt with conflict by yelling and arguing then you may have learned to deal with conflict in that way. فبحكي لي هنا انك انت ممكن تتأثر بالبيئة اللي حواليك. يعني اذا انت شفت في موقف معين اهلك او حدا من اصحابك اتعامل معاه بانه قاعد يصيح ويجادل وهيك وقاعد يتهابش مع اللي قدامه، فانت يعني اخذت هاي الفكرة من تعامله، فبتصير انت تطبقها في شغلك او في حياتك، بتصير تتعامل مع المواقف بهاي الطريقة. وبحكي لي هنا انه ايش، if your family taught you that you should always please others before yourself then you may find it hard to be assertive about your needs. يعني دائما اذا اهلك كانوا معلمينك انه لازم يعني الناس كلهم يكونوا مبسوطين منك ولازم تكون كويس معاهم وكذا وكذا وكذا، هذا الاشي لما يزيد عن حده ممكن تخليه لقدام تبطل تقدر ترجع فيه لورا، فالناس يصيروا يستقوا عليك. يعني وصلت هاي الفكرة. وهنا ايش بحكي لي if your family or peer group يعني هنا بحكي لي انه اذا عائلتك او اصحابك هم معتقدين انه انت مش لازم تحكي اي اشي سلبي ومش لازم تعترض، فبالتالي لما تسوي هذا الاشي ممكن انهم يتجاهلوك يتمسخروا عليك، تمام؟ يحكي تطلع يا زلمه مين اللي قاعد بيحكي هذا قدامنا، نفس الفكره هيك يعني بتصير. فهاي الاشياء بتمنع الشخص يصير assertive، تمام؟ يعني من البيئه اللي حواليه، من تعامل الناس معاه، من الاشياء اللي بيشوفها، من تعامل الناس مع المواقف. طيب هون بعض الاسئله بحكي لي انه when you are thinking about how you may have learned to become an assertive. يعني انت بس والله واحد وقع على حاله بعد هاي المحاضرة لقى يا اخي بحكي ليش هيك الناس يعني قاعدين بيحكوا معاي دائما انا بحكي لهم وبرد عليهم. فبيجي بتطلع على هاي الاسئلة بحكي والله انا كيف اهلي تعاملوا مع المواقف او مع الاشياء لما كان فيها اختلافات، كيف اهلي تعاملوا معاها، او لما هم اهلي كيف صاروا يتعاملوا مع هذا الشخص نفسه، او هل هم زعلوا من هذول الناس، كيف أهلي علموني أتعامل مع هاي المواقف، شو كانت رسائلهم في هذا الموضوع. كمان بحكي لي إن what ways did you learn to get what you wanted without asking for it. يعني شو الطرق اللي أنت تعلمتها لحتى تحصل الأشياء اللي بدك إياها بدون ما تسأل عنها مباشرة. فهاي مثلا إنك تقعد تصيح وتعيط وتهدد الناس اللي حواليك، تمام؟ فهاي كلياتها يعني إحنا قاعدين بنحكي عن الان اسيرتيف انه يا بيكون باسيف يا بيكون اجريسيف، يعني احنا بالجهتين قصدنا، تمام؟ ودو يو ستيل يوز ذيس ويز، يعني هل انا لسه لحد اليوم بستعمل هاي الطرق عشان احصل هاي الاشياء، او هل انا لسه بتعامل مع المواقف بهاي الطريقه. فهيك يعني هاي اسئله ممكن الواحد يسالها لحاله. طيب فون بحكي لي في عندي ريزونز انه واي وي بيكم ان اسيرتيف واف وي ار اسيرتيف. طيب so we learn to stay under the radar. يعني اذا حتى لو احنا كنا assertive مع parents كانوا aggressive او مع friends كانوا aggressive، فاحنا بهذه الطريقه كنا نفضل يعني خلص انه نختصر الموضوع، يعني so we learn to stay under the radar، يعني انه خلص ما نكملش فيه، تمام؟ or we may have learned to be aggressive to survive. يعني في بالذات عند الاطفال الصغار لما يكونوا الاهل كثير عنيفين معاهم او كثير عدائيين معاهم، فبصير هو بس يكبر يصير عدائي. ليش؟ عشان يعني بده يحافظ على حقه بهاي الطريقة بس. طيب فهي بالعادة بحكي لك انه الفاميلي ممبرز والفريندز that we learn this from also learn their behavior from someone else. يعني بنكون احنا قاعدين نتعلم من الاهل ومن من الاصدقاء اللي حوالينا. What stop us from being assertive؟ في عندي عدة أشياء ممكن توقفنا عن being assertive، زي ال self-defeating beliefs، ال skills deficit، ال situation evaluation، وال cultural and generational influences. خلينا نمر عليهم سريع. فأنا بس بحكي لي إنه يعني في معتقدات شخصية بيكون الواحد مفكر فيها إنه أنا راح أكون يعني مش مهتم للناس، أو راح أكون وقح أو مغرور إذا قاعد بهتم لمصالحي، وإنه إذا أنا يعني عبرت عن رأيي فأنا هيك ممكن أزعل اللي قدامي ونخرب علاقتنا مع بعض، أو
ممكن يكون يعني محرج اني انا احكي الاشي اللي بفكر فيه. تمام. الثانية السكيلز ديفيسيت، اللي هي انه انت بيكون ناقصك المهارات هاي، كيف انك تصير assertive. تمام. يعني انت بتكون الشخص اللي قدامك شايفه هو assertive وقادر يتعامل كويس، بس انت مش عارف تصير زيه. الثالثة اللي هي situation evaluation، اللي فيه يعني هون بحكي لي عن 3 غلطات الناس بيعملوها لحتى يقدروا الموقف. situation اللي هو الموقف، والevaluation التقدير. تمام. فتقدير الموقف بيكون سيء، يعني ممكن we might mistake firm assertion for aggression، we might mistake non assertion for politeness، we might mistake non assertion for being helpful. فإحنا يعني بنكون مفكرين إنه الفيرم assertion هي زي كأنها aggression. يعني أنت لما تكون assertive بطريقة قوية، فإحنا بنصير نفكر إنه هذا عبارة عن عنف مع الناس. تمام. فهذا الإشي بمنعنا إن نصير assertive، يعني إحنا لما نكون نفكر بهاي الأشياء. الثاني اللي هي إنه non assertion هي عبارة عن politeness، يعني الواحد بصير يفكر إنه أنا لازم ما أعبر عن رأيي عشان أكون مؤدب مع الناس. تمام. وأكيد هذا الإشي غلط، يعني أنت ممكن تكون مؤدب مع الناس وتعبر عن رأيك عادي، فيهاش إشي يعني. والثالث اللي هي إنه non assertion for being helpful، إنك أنت يعني بتساعد الناس كثير، فأنت يعني بتفكر إنه هذا الإشي بتعارض مع assertiveness. تمام. ولكن الشخص الأسيرتيف يعني هذا لا يعني إنه ما بيساعد الناس، إنه ما بيكون كويس معهم، لا، هو شخص بيقدر يوازن بين متى يكون كويس مع الناس بشكل يعني يساعدهم، وكيف برضو يبتعد عن إنه الناس يستقووه. تمام. ويستغلوه زيادة عن اللزوم. آخر إشي الكلتشرال جنريشنال إنفلونسز، اللي هي بحكي لي إنه في بعض الثقافات بتقدر الشخص الأسيرتيف فوق غيره. تمام. في ناس يعني بتهمل الشخص الأسيرتيف، يعني زمان كانوا ايش كانوا يحكوا يعني في كانوا زمان يعني يعلموا الزلام انه شو، انه انت ما بصير تحكي عن مشاعرك، او ما بصيرش تعيط، او ما بصيرش هاي. ولكن بالاخير البني ادم له مشاعر. تمام. واكيد في مواقف معينه ما راح يقدر انه ما يحكيش. تمام. ما راح يقدر انه ما يعبرش عن ارائه. بنفس الطريقه الاناث يعني زمان كانوا ايش يعني حتى في موضوع القراراتهم الشخصية إنه ما بيكون لهم قرار. تمام. وخلص يعني شو بيحكي لها أبوها بترد عليه. تمام. بالذات قرارات مثلا زي الزواج أو أشياء زي هيك. ف they were taught that it was aggressive to state their needs، يعني كانوا نسوان زمان يعلموهم إنه أنت ما بصير ليش هيك بتحكي مع جوزك مثلا، أو ما بصير هيك تحكي، أو ما بصير تحكي إنه أنت محتاجة هذا الإشي. فهيك الفكرة يعني، والله بطلعوها من المدرسة، خلص يعني ملهاش داعي تدرس زي هيك. تمام. فهي زي ما انتم شايفين البيئة هي اللي بتأثر على الإنسان. وهاي هون سمري للموضوع كله، انه احنا ولدنا assertive، بس لما نكبر بنصير نغير، او نصير نتعلم different types of communication، والبيئة مرات بتخليها صعب ان نصير assertive، ومرات بيكون في عنا اعتقادات معينة او افكار عن انفسنا، فهذا الاشي بخلينا نبطل assertive. هون recognize the difference between passive. هون هسه يعني هي تقريبا نفس الاشياء اللي حكيناها في المحاضره، انه شو الفرق بين الباسيف والاسيرتيف والاجريسيف. تمام. هون بحكي لي انه the first step to change behavior is recognizing which bits we need to change. فاحنا لازم يعني لحتى نغير الكوميونيكيشن ستايل عندنا، احنا لازم نكون عارفين شو الاشياء بالضبط اللي لازم نغيرها. يعني هل انا مثلا في فيربال سكيل معينه لازم اكتسبها؟ هل في نون فيربال كوميونيكيشن سكيل لازم ابتعد عنها؟ يعني والله مثلا انا انسان بس احكي مع الناس، بكونش محافظ على الاي كونتاكت، فانا بعرف انه مشكلتي بالاي كونتاكت، بصير اتدرب على موضوع الاي كونتاكت. وضحت زي هيك الفكره. بحكي لي كل كوميونيكيشن ستايل له باي اوفس، يعني اشياء انت بتكسبها او مكافئات بنقدر نحكي، وبرضه في إلها يعني كل واحدة إلها سلبيات وإيجابيات، كوست يعني أشياء يعني إلها في تكاليف على الموضوع. تمام. أو يعني سلبيات عليه. شو بحكي لي هون، إنه it's important to acknowledge this as you may have not realized that there be a cost to being assertive. لا، هو بحكي لي هون إنه لازم أنت تكون عارف إنه كل communication style في إله سلبيات وإله إيجابيات. يعني الأجريسيف إله إيجابيات، إنه أنت مثلا بتحصل حقك، إنه أنت في عندك السيطرة، إنه ما حدش بيقدر يعني يحكي معك أو يعترض عليك. تمام. كلها إيجابيات، بس في سلبيات ثانية مقابلها هسه بنحكي فيها. هون بيعطيني example إنه the cost of becoming assertive، إنه الناس قبل بتكون مثلاً they have been getting some benefit from you being non-assertive. ف if they are typically aggressive and one thing's done their way, they may not want you to change. يعني أنت بتكون شخص passive. تمام.
والناس اللي حواليك اجريسيف، فانت بتكون تسوي لهم كل شيء بدهم اياه. بس انت بدك تصير اسيرتيف، هذول الناس الاجريسيف ما راح يحبوا انك انت تصير اسيرتيف، وانت راح تبطل مفيد لهم. وضحت الفكره كيف؟ يعني زي هيك، فهي عباره عن كوست انك تصير اسيرتيف، انه مثلا راح تبطل تفيد الناس اللي حواليك. اذا انت كنت واعي لهي الشغلات او شو الكوستس اللي بتصير عليك لما تغير الكوميونيكيشن ستايل، فهذا الاشي راح يساعدك انك تتغير، لانك يعني ما بتكون خايف من نتائج تغيير الكوميونيكيشن ستايل. وهنا في عندي الكاركترستكس، يعني هون الباسيف اني انا اعبر عن ذاتي بطريقه معتذره ابولوجيتك، انه بمحي شخصيتي عن الوجود بس عشان اللي قدامي يرضى. بيكون في عندي قلة احترام لقدراتي لنفسي، تمام؟ بصير أتحمل مسؤوليات زيادة عن اللزوم، بصير أتحمل مشاكل الناس وأنا مش ملزم فيها. وهنا في عندي verbal characteristics اللي هي long rambling sentences، جملة طويلة حكيناها. beat around the bush، beat around the bush البش اللي هي زي هيك النبت اللي زي هيك، تمام؟ فبحكي لي beat around the bush إنه أنت لما تيجي بدك تضرب ما بتضرب على البش نفسها، لا بتصير تضرب حواليها. شو معناها هاي؟ معناها انه انت لما تيجي بدك تحكي موضوع ما بتحكيه مباشره، لا بتصير تلف وتدور حواليه لحتى توصل النقطه، تمام؟ فهي من يعني كاركترستكس تبعت الباسيف. بس الاسيرتيف حكينا انه الجمل شورت و اب تو ذا بوينت. الفريكوينت جاستيفيكيشنز اللي هي التبريرات المستمره، التون مي مي بي سينج سونج اور ويننج، يعني برضو كمان بتكون منخفضه وضعيفه، تمام؟ فهاي الفكرة اللي حكيناها هون. طيب نيجي على non-verbal characteristics اللي هي أول واحدة الaverting gaze. الaverting gaze، الgaze شو حكينا هو معناها؟ التحديق، صح؟ فالaverting اللي هي إنه أنت تتجنب التحديق أو تتجنب الاي كونتاكت. raising eyebrows in anticipation اللي هو أنت بتكون هيك رافع حواجبك، يعني عارف إنه اللي قدامك بده يهجم عليك أو إنه أو بده يحكي لك يعني حكي ضدك. والجو ترمبلينج اللي هو رجفان الفك، يعني اثناء الكلام تكون متردد يعني بشكل عام. طيب فهاي حكينا الفيربال والنون فيربال، حكينا انه يعني انه جمل طويله وانه انت ما بتكون واصل لنقطتك وانه انت بتضل تبرر، حكينا يعني بيكون صوت منخفض او صوت انين، يعني زي كانه واحد قاعد بيستقوي عليك، تمام؟ حكينا عن النون فيربال هذول، حكينا عن الثينكينج ستايل. الثينكينج ستايل هون انه كيف هذا الشخص بصير يفكر. ايش في thinking style اللي هي بيكون الشخص يفكر انه I don't count، انه انا ماليش اهمية، انه انا يعني مشاعري اقل اهمية من الاخرين، انه الناس رح تصير يفكر بشكل سيء عني، انه اذا انا حكيت لا فالناس رح تزعل مني، وانه انا مسؤول عن انهم زعلانين، تمام؟ فزي هيك الباي اوف. شو في اشياء بيكسبها الشخص الباسيف؟ انه بيكون هو يعني قاعد بيكسب مدح من الناس انه هو الشخص اللي بيساعد غيره، وهذا اشي يعني a good sport. sport هو مش رياضة، يعني انه اشي زي بتباهى فيه قدام الناس، تمام؟ او يعني انها صفة كويسة. الثانية انه يعني نادرا ما يتم لومه على اي غلط ممكن يصير، لانه مش هو الشخص اللي بيبادر، تمام؟ الثالثة اللي هي انه الناس راح تحمي وراح تصير دائما تطمن عليه. والرابعة اللي هي انه بيكون يعني بيحاول يتجنب اي صراع او اي خلاف، لحتى ايش؟ لحتى خلص يعني يبطل يعني ما يكون في عنده انكزايتي يعني، او ما يتوتر من الموضوع، فبيحاول يتجنب اي خلاف ولو كان على حساب حقوقه يعني. ولكن في كثير تكاليف اللي هي انه ممكن هاي التراكمات كلياتها والتنازلات كلياتها يصير عندها توتر وغضب، تمام؟ فممكن ينفجر مره واحده ويصير اجريسيف. الثاني انه الناس الثانيين راح يصيروا يطلبوا طلبات مش منطقيه، يعني انهم يطلبوها منك، تمام؟ او اشياء ما لهاش لازمه. ممكن انت يعني تعلق مع ناس يعني تصاحبهم ومش عارف تطلع من هاي العلاقه معهم، بس لانك ايش؟ لانك بس بدك اياهم يكونوا راضيين، تمام؟ الرابعة انه انت دائما بتكون يعني حاصر حالك بالصورة اللي قدام الناس انه انت الشخص الكويس المحبوب اللي ما بتزعل حدا، تمام؟ وهذا الاشي ممكن يضرك. والاخيرة اللي هي ايش؟ انه repressing anger and frustration this diminishes other more positive feelings in you، يعني انت حتى لما تكبت العصبية وتكبت الغضب فهذا الاشي برضه راح يكبت المشاعر الايجابية كمان، تمام؟ يعني الحياة هي أصلاً مزيج بين الاثنين، مزيج بين المشاعر الإيجابية والمشاعر السلبية.
فأنت لحتى تشعر بقيمة المشاعر الإيجابية لازم تحس مرات بالمشاعر السلبية. وصلت الفكرة كيف؟ فلو كبتت المشاعر السلبية راح تنكبت المشاعر الإيجابية. أنا حاسس انشحنت قد ما حكيت إيجابي وسلبي. طيب هون حكينا عن الباسيف، تمام، هذول أشياء الباسيف. بس نيجي على الأجريسيف سريعا، اللي هي إنه people often feel devastated by an encounter with an aggressive person when superiority is maintained by putting others down. فأنت بتحافظ على يعني علوك بأنك putting others down، إنه يعني تقلل من قيمة الآخرين، تمام، والناس يعني ما بيكونوا مرتاحين يعني مع الشخص الأجريسيف، يعني بتخرب علاقاتهم معاهم، تمام. في عندي variable characteristics اللي هو إنه بتكون يعني تعليقاته زي انه اللي قاعد بتقيم بالناس تقييم، تمام، evaluating، وانت بيكون خلال حكيه قاعد يعني بحكي مبادئ انه انت لازم عملت هيك، لازم سويت كذا، يا الله يعني كثير سيء انك سويت هيك، زي هيك يعني بيكون ايش، بنظر على الناس، وضحت؟ هي بنظر، انا هسه لقيت الكلمه اللي بدي اياها. الثاني اللي هي sexual or racist remarks، فبيكون عنده يعني تعليقات عنصرية أو جنسية. البوستفولنس، إنه بيكون برضو شايف حاله إنه أفضل من الناس، فبحكيه يعني واحد والله مرض، فبحكيه والله يعني أنا ما شفتش حدا مرض زي هيك يعني، ويا لسوء حظك، الله يعينك يعني، تمام. هيك بيكون قاعد بتفاخر بإنه هذا الإشي اللي عند الناس هو متجاوزه من زمان يعني. والopinions expressed as a fact، يعني بيجي واحد بيحكي شو رأيك تعال تيجي على لعبة فوتبول، باجي بحكي لي إذا ما حدا ضل يلعب فوتبول خلص يعني خلصت، تمام. فأنا ليش أنا بقلل من آراء الناس يعني، أو تعال والله نحضر هاي المباراة خلص إذا ما ضلش حدا يحضر، تمام، أو تعال نلعب بيس 13 إذا ما ضل حدا يلعب بيس 13، زي هيك. لا هسه هاي فاكت مختلفناش، بس مش مشكلة. طيب non-verbal characteristics اللي هي الأشياء non-verbal، إنه بيكون striding around impatiently، بيكون دائما هيك متوتر وقاعد بمشي حواليه وهيك مش قادر يصبر، تمام. crossing arms، وهاي غير عن تبعية الباسيف، هذيك crossing arms اللي هو الشخص اللي مش حاس بالأمان، بس هنا crossing arms هاي إنه unapproachable يعني محدش قادر يوصل له. smiling may become sneering، يعني ابتسامته بتصير سخرية. scowling when angry، تمام، scowling when angry. فحكينا انه بصير ابتسامته بتصير عبارة عن سخرية، تمام، وانه لما يعصب بيكون ايش، بيكون ايش، بيكون مكشر، سكاولينج. طيب thinking style، هون يعني هو كيف هذا الشخص بفكر انه الحياة هي يعني هي مكان القتال ومكان النزال، وانه لازم هو اللي يطلع فايز، وانه هو الشخص الاول، وانه ما رح يسمح لاي حدا يوصل له، ما رح يعطي لأي حدا فرصة، تمام. شو البي اوفز أو الأشياء الإيجابية في الأجريسيف؟ إنه ممكن تخلي الأشخاص الآخرين يعملوا الأشياء اللي لازم أنت تعملها، المواقف أو الأشياء رح تمشي زي ما أنت بدك، الناس ما رح يقدروا يوصلوا لك، رح يكون في عندك تحكم في حياتك وقوة، ورح أنت إيش تتخلص من التوتر اللي عندك، هذا التنشن، تمام، إنك هيك شادة حالك، لا أنت بتفرغه في الناس، تمام، ولا عبارة عن pay offs. بس شو البرايس تبعتها؟ انه هذا الاشي راح يعمل لك اعداء ويخلي الناس مستائين منك، انه انت راح يصير عندك ايش، جنون العظمة والخوف، تمام، انه اي اشي يعني بده يصير، فانت يعني اذا بيأثر عليك ولو نتفه خلص بتصير ايش، بتحسس منه. دائما بتحاول ايش to control others، if you are always trying to control others can be difficult for you to relax. فمدام انت يعني كانت يحكيها من راقب الناس ما تهمن، تقريبا إشي زي هيك يعني، انه انت يعني من قد ما انت بتحاول تتحكم بالناس، فهذا الإشي بخلي يعني الإشي مش مريح لك، تكون دائما مهموم، تمام. your relationships will tend to be based on negative emotions، يعني بتكون علاقاتك مع الناس مبنية على مشاعر سلبية وبتكون غير مستقرة. شو كمان، aggressive people tend to feel inferior deep down and try to compensate for that by putting others down، يعني aggressive people بيكونوا هم ناس حاسين حالهم تحت، تمام، او يعني انه منزلتهم اقل، فبصير انه ايش، لحتى يعوض هذا النقص اللي عنده بصير يخلي الناس يحسوا انهم اقل كمان، تمام، يعني بصير يفرض هذا الاشي على الناس.
قبل الأخيرة الفيلينجز اوف جلت اند شيم، دائما بحس بالذنب وبحس بالخجل، وايش بتقل برضه ثقته بنفسه. يعني انت متفكر هسه الناس اللي بتنمروا هذول او اللي شايفين انهم قويين، ترى والله هو بس يجي يروح الدار يحكي مع حاله، هو حاس انه قاعد بيعمل اشي غلط، وحاس بعدم الثقة بالنفس، وحاس انه كل الاشياء اللي بيعملها غلط. تمام. هون اخر اشي عن الاسيرتيف، طولنا بهذا شوي. فاخر ايش عن الاسيرتيف، انه it is an alternative to being aggressive. يعني لا هي اجريسيف انك انت قاعد تتعدى حقوق الاخرين، ولا هي باسيف انك ايش، انك انت رايح حقوقك. زي ايش مثلا، هون الفيربال كاركترستكس، انه بتكون تستعمل جمل تعاونيه، انه شو رايك بكذا، شو رايك بكذا. الثاني اللي هي emphatic statements of interest، انه والله انا حابب انه اسوي هيك. تمام. يعني بيكون في ايش، يعني بتبدي جمل اهتمامك، يعني في جمل بتدل على اهتمامك يعني. تمام. الثالث اللي هي distinction between fact and opinion. قبل شوي حكينا انه اذا ما ظلش حدا يلعب فوتبول، تمام، بس هذا شو راح يحكي، والله انا حاليا مش دعبالي العب فوتبول. وضحت هذا الفرق بيناتها. suggestion without shoulds or oughts، يعني ما بحكي للناس انه انت لازم تعمل هيك ولازم تعمل هيك، بيجي بحكي له شو رأيك تحب تعمل هيك، او طب لو سويت هيك شو ممكن يصير، او زي هيك يعني. تمام. بقترح بس مش بطريقه الزاميه او بطريقه انه بفرض رايه. والنقد البناء بدون لوم الناس، الكونستركتيف كريتيسيزم، كريتيسيزم النقد، الكونستركتيف البناء، والبليم اللي هو اللوم. النون فيربال ريسبتيف ليسننج، بسمع للناس. فراونينج وان انجري، بيكون عابس لما يغضب. وفيتشرز ستدي، بتكون يعني خلص صفاته كلياتها ثابتة، من كلامه، من إشاراته، من جمله. تمام. كلها بتكون كلياتها ثابتة. الثينكينج ستايل، شو بفكر، اللي هو أنا ما رح أسمح للناس يعني they to take advantage of me، إنه يعني تتقدم مصلحتهم علي، ولكن بنفس الوقت I won't attack you for being who you are، يعني أنا ما رح أعتدي عليك لأنك أنت بتفكر زي هيك. تمام. فهو إيش جاي بالنص، يعني لا بخلي حدا يعتدي عليه ولا هو بيعتدي على غيره. شو البي اوف تبعتها، انه هذا الاشي بيعطيك ثقه بالنفس، انه انت بتعبر عن نفسك بطريقه محترمه، فبالتالي ايش، بتزيد ثقتك بنفسك. الثاني انه فرصك انك تاخذ الاشياء اللي بدك اياها بتزيد، و انك انت بتعبر عن رايك ولكن بالطريقه اللي ما بتبني استياء بينك وبين اللي قدامك. الرابع اللي هي ايش، انه if you are less driven by the needs of self-protection and less preoccupied with self-consciousness then you can see, hear and love others more easily. يعني انه انت ما راح تصير القوة اللي بتدفعك للتعامل مع الناس هي انك بدك تحمي حالك، او يعني انه self-protection او less preoccupied with self consciousness، يعني انت بتصير ايش، بتقدر تشوف وتحب الناس وتسمع لهم بطريقه اسهل. تمام. بس هون بحكي لاخر شيء، البرايس تبعت هاي الاسيرتيف، انه ما في عندي اي جرانتي لاي اوتكم، انا ما بضمن اي نتائج انه انا احصل اللي بدي اياه. there is often pain involved in being assertive، فانت لما تكون اسيرتيف اكيد راح يكون في سلبيات، يعني ممكن الناس تستاء منك شوي، بس مش بالطريقه تبعت الاجريسيف. ممكن يعني ممكن الاسيرتيف، انه لما انت تكون اسيرتيف في مواقف معينه الاشي يعني ما يكون دائما كويس. تمام. هون الثانيه بحكي لك انه يو ار ريشيبينج يور بيليفز اند فاليوز يو هاف هيلد سينس تشايلدهود اند ذس كان بي فرايتنينج، انه انت مرات لحتى تصير اسيرتيف لازم تغير شوي بعض الاعتقادات اللي عندك منذ الطفوله. تمام. يعني والله واحد متعود طول حياته انه خلص يساعد الناس ويؤدي لهم طلباتهم، بس هسه هو بده يغير هاي القيم، بده يتعلم يكون صارم شوي مع الناس، فهذا الاشي يعني بخوف شوي انه انت بدك تغير طبعك. تمام. وهون ما يهف انت بحكي لي انه العائلة والاصدقاء بيكونوا استفادوا منك كانسان باسيف، فلما تصير اسيرتيف يعني راح يصيروا يخربوا هذا الاشي عليك، ممكن يستهزئوا فيك، يصيروا يضحكوا عليك كذا، اذا مطلع انت من متى إلك رأي أنت، يعني زي هيك بصير يحكوا. تمام. وبس هذا الملف لزيادة، معلش شوي طولنا فيه صراحة، بس يعني بظل يعني إحنا كلياتنا قاعدين ندور حوالين نفس النقطة. إن شاء الله يعني يكون هيك بسيط وسهل، وبالتوفيق إن شاء الله يا رب. أي سؤال أو استفسار إحنا جاهزين إن شاء الله.